تحياتي يا أصدقائي، منتخب سوريا يتعادل مع قرغيزستان بهدف لهدف وديا في التجربة الأولى لكوبر مع اللاعبين الجدد في الإمارات العربية المتحدة. إذا يا حبايب القلب، منتخب سوريا تعادل مع قرغيزستان بهدف لهدف سجل لمنتخبنا إبراهيم هيسار في الدقيقة 71. له ألف مبروك لإبراهيم، هدفه الأول مع منتخب سوريا في مباراة ودية. طرد من عندنا خالد كردغلي في الدقيقة 59، سجل منتخب قرغيزستان هدفه الأول بالدقيقة 48. لعب هيكتور كوبر بتشكيلة في الشوط الأول وفي تشكيلة مختلفة في الشوط الثاني. حقيقة يعني مثلي مثلكم، ما حدا شاف المباراة، ما عندنا معلومات كيف كانت المباراة، ما عندنا في سرية كانت موجودة من أرجنتيني كوبر والكادر الفني إنه هي المباراة غير منقولة تلفزيونيا، يعني ما حطونا بتفاصيل ولا شفنا صور ولا لا لحتى نقدر نعرف التشكيلة الرسمية للمنتخب ومين كان عم بيلعب والبدلاء. على كل حال يعني إنه الكل شارك اليوم بهي المباراة. هلا النتيجة أكيد ما بتهم، يعني بهم إنه يكون أول بداية الكوبر مع خليل ياس وأيهم أوسو وبابلو صباغ يعني مع المنتخب، يتعودوا على الجو ياخذوا على الجو. حقيقة يعني أنا طولت حتى أطلع بالفيديو لأني كنت عم بعمل بحث على الإنترنت، عسى ولو علا يعني إنه نشوف شي موقع أجنبي نزل شوية معلومات عن هاي المباراة. من خلال بحثي لقيت موقع نزل تفاصيل، بعض التفاصيل عن المباراة. هلا ما بعرف إذا هي تفاصيل دقيقة لكن رح نشوفها سوية مع بعض. أصدقائي مثل ما شايفين هذا هو الموقع يلي مزل شوية تفاصيل عن المباراة. هلا ما بعرف إذا هي تفاصيل دقيقة أو لا، لكن يعني مو غلط إنه نشوف شو كاتبين. كاتبين بالدقيقة طبعا 5 تبدأ سوريا باستحواذ أكبر على الكرة، بالدقيقة 10 تقاتل الفريقان بشكل مكثف من أجل الكرة لكن ما في أفكار واضحة. بالدقيقة 15 قرغيزستان تسعى إلى الاحتفاظ بالكرة والمضي في محاولة لخلق الخطر. الدقيقة 20 يعني نتيجة خالية من الأهداف ولم يهاجم الفريقان بشكل واضح. في الدقيقة 25 اقتربت سوريا من تسجيل هدف الأول لكن قرغيزستان دافعت بطريقة رائعة. الدقيقة 30 تباطأت وتيرة المباراة وتوقف اللعب قليلا في وسط الملعب. الدقيقة 35 تمضي الدقائق ولم يتمكن الفريقان من السيطرة على مجريات الشوط الأول ولم يصل الهدف في هذه المباراة. طبعا يعني هي شوية تفاصيل نحن ما يعني ما ليست مثل ما قلت لكم، ما بعرف إذا هي دقيقة ولا لا لكن موجودة على هذا الموقع مثل ما شايفين. عم نشوف هون دقيقة 5 دقيقة طبعا منتخب قرغيزستان سجل أول أهدافه دقيقة 48، حاطين هون دقيقة 55 سوريا تهاجم بشكل خطير وتقترب من الهدف. تجري بالدقيقة 65 تجري سوريا تغييرات كمان. بالدقيقة 70 قرغيزستان تنتظر سوريا ولتطلع للهجمات المرتدة. بالدقيقة طبعا حاطين هون 75 هدف لسوريا، الهدف اجى بالدقيقة 71 يعني. وفي الدقائق الأخيرة تعادل الفريقان في هذه المباراة الودية. هي بعض التفاصيل يلي مكتوبة على هذا الموقع. على كل حال مثل ما قلت لكم أنا ما بعرف إذا هي صحيحة ولا لا، لكن يعني عملت بحث على كل مواقع ما حدا كاتب تفاصيل إلا هذا الموقع اللي شفناه سوا. على كل حال أول شيء يعني أنا شوية قراءات من الأخبار اللي وضعها الاتحاد السوري على صفحته إنه الهدف إنه منتخبنا لعب بدقيقة 59 بعشرة لاعبين وقدر يعدل النتيجة. هي شغلة كتير منيحة إنه أنت تقدر ترجع بالمباراة حتى لو إنه كانت مباراة ودية. منتخب قرغيزستان أكيد منتخب ما إنه سهل، منتخب مشارك بكأس آسيا، منتخب صعب. صحيح ربع عليه أوزبكستاني اللي هو منافسنا 4-1 لكن احنا ما فينا نحكم، يعني هي مباراة ودية. وطبعا حكينا كوبر أجرى لعب بتشكيلتين مختلفتين بكل شوط بتشكيلة مختلفة. الإيجابيات أنه إبراهيم سجل، السلبية الوحيدة أنه نحن ما عرفنا تفاصيل كتير. يعني أنا كنت بتمنى أنه نشوف تفاصيل أكتر شوي يعني لحتى نقدر. أخي ما شفنا المباراة، فسألونا مين لعب، مين بلش المباراة، شو التبديلات اللي كانت، يعني بس شويه تفاصيل صغيره. ما بعرف اذا اتحاد الكره يعني من هون لبالليل او لبكره الصبح حينشر شيء على صفحته، لكن على ما يبدو انه بس اكتفى بنتيجه المباراه. كل توفيق لنصور قاسيون اكيد
حيسافروا بكره السبت الى قطر، عندهم مباراه مع منتخب ماليزيا وديه اخيره قبل بطوله كاس اسيا. نتمنى انه اليوم ما يكون حدا انصاب بهي المباراه، ويكون الكل بحاله جيده وسليمه قبل بطوله كاس اسيا المهمه. الجمهور ناطر اكيد كل الاخبار الدقيقه عن اللاعبين، بانتظار هاي الاخبار تتوارد من الاتحاد والصفحه الرسميه. هذا كان كل شيء اصدقائي المهم، تعليقاتكم، الى اللقاء.